الحساب. ركلة جزاء للمنتخب الياباني. ركلة جزاء للمنتخب الياباني اعتبر حكم مباراة انه فيها لمسة يد. يهدى نواف التي اصطدمت في عبد الملك. شوفها مرة اخرى الكرة اللي بدأ كان فيها لمسة يد على عبد الملك. نعم ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة. ومحاولة للتقدم في النتيجة. هيو كيوتاكي ومحمد العويس في مرمى كيوتاكي العويس. هدف ياباني أول في هذه المباراة. هدف ياباني من ركلة جزاء قد تثير بعض الجدل. اليابان تتقدم أولا بالنتيجة من علامة الجزاء. هدف ياباني من ركلة جزائية. كرة اللي اصطدمت في عبد الملك. واليابانيين يتقدمون في النتيجة في وقت صعب، في وقت مزعج، قبل نهاية شوط المباراة الأول بثواني. قبل نهاية الشوط الأول بثواني كيوتاكي يسجل هدف اليابان الأول. هدف أول للمنتخب الياباني. لا زال الوقت طويل في هذه المباراة ولا زال عندنا القدرة على العودة مع ال 11 دقيقة الأخيرة على نهاية المباراة. هل من تعادل؟ هل من نقطة خطيرة لناغاتومو داخل منطقة الجزاء؟ كاغاوا وفرصة وهدف ثاني. هدف ثاني لليابان. وصلت اليابان لهدف ثاني. عمق صعوبة وجراح الأخضر في مباراة اليوم. الهدف الثاني لليابانيين. اليابان تحصل على ما تريد في هذه المباراة. النقاط الثلاث الثمينة. 2-0 في آخر 10 دقائق. تجعل مهمة المنتخب السعودي معقدة جدا جدا هذا اليوم. شوفها مرة أخرى. كثير الأخطاء الدفاعية اليوم. كثير الأخطاء الدفاعية في مباراة اليوم. عبد الملك خروجه أيضا كان له تأثير. اللاعب القادر على مساندة الدفاع دائما. لمصعة نواف العابد. العابد حافظ على كرة تعدى مر. نواف بشكل جميل تمريرة بينية. الكرة للعابد بينية على تأتي لبيل ناصر الشبراني قوية. وكرة في المرمى. هدف يا حكم. نعم هدف يا حكم. متأخر. وصلنا متأخرين يا جماعة. وصلنا متأخرين. إذا عندكم دعوات الحقونا فيها. شوف هدف جاب بعد أن تجاوزت الكرة خط المرمى. دفاع الياباني خلصها ولكنها تجاوزت خط المرمى. هدف يحتسب الحكم تقي. شوفها شوفها مرة أخرى في أكثر من لقطة. تسديدة ناصر وبعد ذلك أسامة تجاوزت على ما يبدو خط المرمى بكامل محيطها. تحولت إلى مرمى اليابان. دقيقة 90 تسجل السعودية هدفا قد يعيدها. متأخر جدا ولكن مهم. شوفها مرة أخرى الكرة دخلت بكامل محيطها.